حال مريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، بداية أهلا وسهلا بك سيادة المستشار. أهلا وسهلا بك سيدي الكريم وبالسادة والسيدات المشاهدين لقناتكم الموقرة، مرحبا. نعم سيد فتحي، هذه الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس النواب ربما جاءت بعد مجموعة قرارات اتخذها ربما الرئاسي وحتى بعض من وزرائه، رغم أنها جاءت متأخرة، لكن الآن هل سيتم ربما الفصل أو ربما اتخاذ إجراءات في قرارات اتخذتها حكومة الوفاق قبل أن تنال ربما التوافق عليها داخل قبة البرلمان؟ نعم، هذا البيان الصادر من فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، نعم، طبعا هو ناتج من تصرف حكومة المجلس الرئاسي المقترحة، نعم، بالتجاوزات القانونية التي تقوم بها وتوضيح لكل المؤسسات والهيئات العاملة بأن الحكومة المؤقتة برئاسة السيد عبد الله الثني هي الحكومة الشرعية المكلفة بتسيير دفة العمل في ليبيا. نعم. طبعا إلى حين تشكيل حكومة الوفاق طبعا واعتمادها وإقرارها من مجلس النواب، يعني ضروري تشكل حكومة جديدة، خاصة بعد رفض و مجلس النواب للحكومة المقترحة، نعم، على مجلس الرئاسي أن يقدم تشكيلة وزارية جديدة، وضروري هذه التشكيلة لا تمارس عملها حتى يتم اعتمادها وإقرارها من مجلس النواب وتؤدي اليمين الدستورية، هذا في كل العالم، نعم، وغير ذلك يعتبر مخالف للدستور والقانون المعمول به في ليبيا. نعم، طيب ماذا عن القرارات التي اتخذتها؟ احترامه من الجميع، نعم، تحقيقا لدولة القانون والمؤسسات، ضروري احترام القانون واحترام الدستور المعمول به. نعم، هنالك قرارات طبعا هذه الحكومة المقترحة هو مخالف للدستور والقانون، نعم، واكيد حيحاسب كل شخص يقوم بهذه التجاوزات سيحاسب قانونيا كل مخالف منهم، نعم، ولذلك اي عمل يقومون به يكون منعدما وغير مشروع زي ما ورد في بيان فخامه الرئيس. نعم، طيب سياده المستشار، هنالك بعض القرارات اصدرها الرئاسي، نعم، هنالك بعض القرارات سياده المستشار اصدرها الرئاسي وربما نفذت حتى، وعلى صعيد الاغلب على صعيد ملف الخارجيه، كيف يتم التعامل لمجلس النواب مع هذا الملف؟ هو طبعا اللي ساير لدى المجلس الرئاسي كل عمل قائم به هو مخالف للدستور والقانون، نعم، هم ليس لديهم شيء الا الاستقواب الاجنبي، اما وفق الدستور وفق القانون مخالفين مخالفه كبيره وصريحه وواضحه، وطبعا هذا شيء لن يترك، نعم، كله سيقدم لل انا كنت ساسالك على نعم على ذكر شيء لن يترك، كنت ساسالك على بالاضافه الى دعوه رئيس مجلس النواب إلى احترام سيادة القانون الآن في ظل هذه القرارات التي تتخذ، هل سيكون هنالك طعن وحتى طعن دستوري إذا صح الأمر في كل هذه القرارات التي اتخذت طول الفترة السابقة حتى الآن؟ نعم نعم، أي إجراء تم بالمخالفة الدستورية والقانونية هذا يعتبر باطل ومطعون فيه ومخالف، وإذا أدى إلى أضرار سيتم تقديم من قام بذلك إلى المحاكم. نعم، شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب السيد فتحي.